كمان السيد محمود توفيق وزير الداخلية قام بزيارة المصابين واللي بيتلقوا العلاج بمستشفى الشرطة، واطمن على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة ليهم. خلونا ناخد مداخلة من سيادة اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. الشرطة بتقدم شهيد جديد، تعليق حضرتك على حادث امبارح. نحتسب عند الله شهيدا بإذن الله. عزائي للأسرة جميعا والشعب ده منهور، وجميع المسلمين في كل الدنيا ما في شك ان هو مات بطل، خصوصا انه سبق ان تعرض لإصابة في برضه عملية إرهابية، وربنا كاتب له او اختاره شهيد عشان يموت ويبقى في مكان احسن من اللي كان فيه 100 مرة. يعني يا فندم شيء غريب الحقيقة انه في الظروف اللي احنا فيها والمفروض انه في وباء منتشر بين الناس، ومع ذلك الجماعات الإرهابية بتفكر برضو في ان هي تقوم بكل الأحداث اللي كانت هتقوم بيها في الفترة اللي جاية وبالخطط اللي كانت هتنفذها. شيء غريب يعني. لا مش غريب، دول لا عندهم دين ولا عندهم إنسانية ولا عندهم أي مبدأ ولا أي قيم. هم عندهم يخربوا الدنيا بتصور أنهم ممكن يوصلوا للحكم مرة أخرى. دول يعني إرهابيين فاقدين العقل، فاقدين الدين، فاقدين الإنسانية، ما عندهمش أي تقدير، وممكن يعملوا أي عملية سواء في قتل الأبرياء أو في تدمير يعني ده إرهاب، وإرهاب أعمى ما لهمش غير من مصلحتهم، إنما ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وإن شاء الله يعني هم لقوا جزائهم. وشتان بين المرحوم محمد الحوفي في المكانة بتاعته من هؤلاء اللي حيبقوا نقلهم النار بإذن الله. اختيار منطقة الأميرية سيادة اللواء تفسيره ايه عند حضرتك؟ هو لغاية دلوقتي في لغز، ما الأمن بالتأكيد هيكشفه، لأن صاحب العمارة يبدو انه هو من الإخوان أو من الجماعات الإرهابية، ويعني اكيد الامن هيدرس النقطه دي. نعم. وهيشوف ان كان ليه سلا، وانا بتصور انه اذا ثبت انه كان على علاقه بيهم لازم يطبق عليه القانون بحزم، ولازم يبقى فيه قرارات يعني بحيث انه يبقى مثل لكل من تسوله نفسه انه يتستر على مثل هذه المجموعات او مثل هؤلاء الافراد الإرهابيين. بشكر حضرتك سيادة اللواء فؤاد علام. الحمد لله انه فعلا تم القبض على هذه الخلية الإرهابية والقضاء عليهم بالكامل، لان هم كانوا هيعملوا مصيبة وناس كتير كانت هتروح ضحايا، فبنشكر ربنا انه الموضوع اتلحق، وهم كانوا فاكرين انه رجال الشرطة والداخلية مشغولين بالحظر، مشغولين بالكورونا، وراهم حاجات تانية، لكن العين صحية ومفتوحة على كل المجرمين. ورسالة بيتقدمها الداخلية دايما لينا ان احنا نفضل مطمنين ونفضل في بيوتنا وهم موجودين وسطنا.